تكثيف المشاورات الخارجية والمحلية لعقد مؤتمر دولي موحد حول ليبيا. ما هي الأولويات الخمسة التي حددها مجلس الأمن لمهمة البعثة الأممية في ليبيا؟ أمنياً، حكومة الوفاق تقصف قاعدة الجفرة والقيادة العامة تؤكد إحباط الهجوم. محادثات واتفاق على حل النزاعات بين الخرطوم وجوبا. في النشرة أيضاً، واشنطن تتهم طهران بالكذب وتسليم النفط إلى سوريا. أهلا بكم في التفاصيل. تحرك دولي لافت ونشاط أممي ملحوظ باتجاه هدف واحد، عقد مؤتمر دولي موحد حول ليبيا. في هذا الإطار سجل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة اتصالات مكثفة على ضوء مشاورات ألمانية فرنسية لإنفاذ فكرة عقد المؤتمر الدولي الموحد في مقابل فكرة عقد مؤتمر داخلي للأطراف الليبية فقط. صمتت محاور القتال على تخوم طرابلس، فعلى صوت المحركات الدولية العاملة على عقد مؤتمر دولي لحل الأزمة الليبية. فبرلين تجري مشاورات واسعة مع الشركاء الدوليين لإنقاذ الفكرة التي تمخضت عنها قمة الدول السبع الكبرى نهاية الشهر الماضي، ولم تكن ألمانيا هي الداعم الوحيد لعقد المؤتمر، إذ دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريون بإلحاح إلى عقده، كما علت أصوات أخرى في المقابل تتحدث عن ضرورة عقد مؤتمر بين الأطراف الليبية ليكون نواة للحل، وهو ما ينذر بمخاوف من تكرار حوارات داخلية سابقة فشلت وسط استمرار المطبات السياسية والعسكرية والأمنية. من جهة أخرى، اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا أرين بوجيا وممثلي عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد، كما بسفير هولندا لاستومورز ونائبته غرابيل لاميدز في تونس، لحشد موقف دولي موحد يشمل الأطراف الإقليمية الفاعلة في الأزمة الليبية. ومعنا من ترهونة الخبير في القانون الدولي محمد صالح جبريل. أستاذ محمد، نرحب بك. يعني تحرك دولي لافت، نشاط أممي يقوم به غسان سلامة من أجل عقد مؤتمر دولي موحد بخصوص ليبيا، لماذا يتحمس الغرب على عقد هذا المؤتمر؟ يعني ما الذي تغير؟ في البداية، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا حبيبنا محمد. تحية لك يا أختي العزيزة صباح، تحية للسادة المشاهدين. بطبيعة الحال أن المجتمع الدولي على إدراك كامل بعملية العملية السياسية الشائكة في ليبيا، ولكن هو يعطي معها العقد حتى لا يتم إنجاز هذه المهمة. أنا لست متفائلا بما طرحه السيد غسان سلامة، رغم أنه أطلع خارج الطريق تتكون من خمسة أبواب على أولوياته، هي عقد القمة بين سيادة المشير خليفة بن قاسم حفتر وفايز السراج، ومن ضمن هذه البنود بند حظر التسليح، بند منع استيراد التسليح، بند إبعاد كل الشخصيات الجدلية التي كانت طرفا في دعم الميليشيات المسلحة في طرابلس. ما الذي يجعلك غير متفائل أستاذ محمد؟ أختي العزيزة، نحن طوال 9 سنوات الماضية من العوائق من قبل البعثة الأممية، يعني نحن تحدثنا بتجرد أكثر وبواقعية أكثر. المجتمع الدولي والبعثات الأممية المتتالية من 2011 حتى 2019 كانت تشاهد، يعني السوابق تتحدث، كانت تشاهد التنظيمات المتطرفة وكيف كانت تقاتل في بنغازي وكيف كانت تعد العدة ومن هي الدول التي كانت تحمي هؤلاء الإرهابيين، وأخص بالذكر دولة تركيا التي لم يصدر أي قرار من مجلس الأمن بكف، رغم أن البند الذي تقدم به السيد غسان سلامة واحد الأبواب بمعنى أصح من الأبواب الخمسة، هو جعل تونس ومصر كدول مراقبة على عملية سير حظر التسليح واستبعاد تركيا وعدم دعم هذه أي قوة موجودة
في الأراضي الليبية أو حظر تسليحها من قبل الدول المراقبة تونس ومصر، ولكنه لم يتحدث بوضوح أكثر. يعني نحن حتى الآن لازلنا نشاهد الدولة التركية كيف تقوم بضخ الأسلحة وضخ الطائرات المسيرة للميليشيات الموجودة في طرابلس. طيب يعني نعم. أتحدث بوضوح طيب نعتذر منك سيد محمد لاني ضيق، يعني وقت النشرة جدا ضيق ونريد أن نتحدث على عقد المؤتمر الدولي بخصوص ليبيا. بالعودة لهذا المؤتمر، لأي مدى يجري التنسيق بين سلامة والدول الغربية؟ أختي العزيزة، بطبيعة الحال أن الدول التي تهيمن على القرار السياسي في المجتمع الدولي وهي من تعطي الشروط لإيجاد حل للمشكلة السياسية في ليبيا هي من وضعت خارطة الطريق وهي التي تشاهد. يعني تحدثنا أن قد قطبي النزاع في ليبيا سيادة المشير خليفة بن قاسم حفتر والسيد فايز السراج. المشير خليفة بن قاسم حفتر يلقى دعما شعبيا، ولكن فايز السراج ما هو الدعم الذي يلقاه فايز السراج؟ نعم، وهناك رأي آخر سيد محمد، هناك من يقول لك بأنه فقد هذه الشرعية أو هذا الدعم الشعبي. نعم، تتحدث عن المشير الآن. لم يفقد المشير الدعم الشعبي في صباح، بالعكس يعني لا زال حتى الآن من يسقط على الأراضي الليبية في 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 درنة وفي بنغازي وفي طرابلس وفي جنوب ليبيا هم أبناء ليبيون وهم من أبناء قبائل. نعم، بالعكس يعني لا زالت تعيد، ويعني نحن نتحدث من ليبيا ونتحدث بواقعية أكثر. حتى اتصالات ولدينا علاقات مع أهلنا في المنطقة الغربية يريدون بكل شيء العاصمة طرابلس، ولكن طالما أن هناك أشخاص مطلوبين دوليا وصدر في حقهم، نستطيع أن أعطيك حتى أرقام يعني. نعم، صدر في حقهم. ولكن نعتذر منك أستاذ محمد لأني نعم لأني يعني المقابلة انتهت. أشكرك جزيل الشكر أستاذ القانون الدولي محمد صالح جبريل، كنت معنا من ترهونة. حدد مجلس الأمن الدولي 5 أولويات لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي مدد ولايتها عاما إضافيا بوصفها بعثة سياسية متكاملة وبما يتفق تماما مع مبادئ الإمساك بمقاليد الأمور على الصعيد الوطني. مدد مجلس الأمن ولاية البعثة الأممية في ليبيا عاماً إضافياً ومهمتها متمثلة في إمكانية وقف إطلاق النار مع مهام أخرى أضافها مجلس الأمن إلى البعثة بعد أن وصفها بالبعثة السياسية المتكاملة. قرار مجلس الأمن حث على ضرورة أن تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة لدعم قضايا 5، وهي إجراء عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي شاملين للجميع. ثانياً، الاستمرار في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي. ثالثاً، توطيد الترتيبات التي اتخذتها حكومة الوفاق فيما يتعلق بالحوكمة والأمن والشؤون الاقتصادية، بما في ذلك دعم الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. رابعاً، إمكانية وقف إطلاق النار. وخامساً، سير المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات. وقرر أعضاء مجلس الأمن أيضاً أن تقوم البعثة بمهام دعم المؤسسات الليبية الرئيسة ورصد حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، تقديم الدعم لتأمين الأسلحة والأعتدة المتصلة بها غير الخاضعة للمراقبة ومكافحة انتشارها، وتنسيق المساعدة الدولية دعماً للجهود التي تقودها حكومة الوفاق في سبيل تحقيق الاستقرار في المناطق الخارجة من النزاع بما في ذلك المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش. ويقول دبلوماسيون إن المهمة الجديدة للبعثة والتي تتمثل في إمكانية وقف إطلاق النار إذا نجحت يمكن لمجلس الأمن تبني قرار ثان بشكل سريع لتشكيل بعثة تتحقق من تنفيذه على غرار البعثة التي شكلت لمدينة الحديدة في اليمن منذ مطلع العام بحسب ما نقلته وكالة فرانس بريس. ولمناقشة هذا الموضوع معنا من بريطانيا المهتم بشأن الليبي فرج فركاس. سيد فرج، البداية مرحبا بك. مساء الخير أخي كريم، أهلا وسهلا. أهلا بك. هذه الأولويات التي حددها مجلس الأمن حول عمل البعثة لعام مقبل، ما جديدها وكيف سيتم تنفيذها، وهل الوقت كاف لعام واحد؟ نعم أخي كريم، أعتقد الجديد في الموضوع هو إضافة ما طلبه سلامة في حلقة الأخيرة بحيث يكون هناك دعم من مجلس الأمن
للتوصل الى وقف اطلاق نار دائم. راينا في هذا القرار ايضا تاكيد على اتفاق الصخيرات وعلى شرعيه على حكومه الوفاق الوطني وعلى ضروره استئناف الحوار بين مجلس النواب ومجلس الدوله، وايضا ركزوا على ضروره اتمام ما جاء في اتفاق الصخيرات خاصه الترتيبات الامنيه. ولكن الجديد كما قلنا هو اضافه مهام للبعثه بحيث يكون للامين العام نفسه مهام او خيارات يحددها لمجلس الامن للتوصل لوقف اطلاق. احد هذه الاولويات الاستمرار في تنفيذ الاتفاق السياسي، يعني دعنا نتحدث يعني بشكل أوضح سيد فرج، يعني هل القيادة العامة سوف تحتكم إلى هذه النقطة وتعود إلى أدراجها التي كانت فيها في السابق وأن تتراجع عن تقدمها في المنطقة الغربية؟ وكيف لمجلس الأمن ودوله الأعضاء الذين هم مؤيدون في الأساس إلى القيادة العامة بأن يضغطون على هذه القيادة بأن تتراجع وتحتكم للعودة إلى المسار التوافقي؟ نعم أخي كريم، أعتقد هذا مناط بالمؤتمر الدولي الذي يحاول سلامة حاليا تحقيق توافق حوله. الضغوطات الدولية والإقليمية لابد منها لإقناع الأطراف بعدم جدوى الحملة العسكرية الحالية، وأن الحرب ليست هي الحل وأن الحل العسكري لن يكتب له نجاح. فأعتقد بالنسبة للقيادة العامة أعتقد أن الموضوع يتعلق بالدول الداعمة ومدى قدرتها على إقناع هذا الطرف بأن الحل العسكري لن يكون مجدي وأنه وصل إلى طريق مسدود ولا بد من جلوس على طاولة المفاوضات. أشكرك جزيل الشكر واكتفي معك بهذا القدر، كنت معي من بريطانيا المهتم بشأن الليبي فرج فركاش، أشكرك على كل هذه التفاصيل. رحب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وما ورد فيه من تأكيد أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، وأكد المجلس العمل على توحيد جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية وتطبيق الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، مشددا على ضرورة وقف الاعتداء على العاصمة والمدن الليبية الأخرى وتطبيق العقوبات. رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التقى في أنقرة سفراء وممثلي 29 دولة عربية وأفريقية لدى تركيا لاطلاعهم على آخر التطورات السياسية في البلاد وتوضيح رؤية المجلس من مجريات الأحداث ومستقبل العملية السياسية في ليبيا. المشري أطلع الحاضرين على أثار العدوان على طرابلس وسبل العودة للمسار السياسي بعد صد العدوان. على الرغم من النشاط الدبلوماسي البارز سجلت عمليات عسكرية محدودة، وأعلنت حكومة الوفاق تدمير منصات دفاع جوي تستخدمها القيادة العامة في قاعدة الجفرة، والناطق باسم القيادة العامة يؤكد إحباط الهجوم. التفاصيل في هذا التقرير. أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق استهداف طيرانها قاعدة الجفرة الجوية التي تبعد عن الخطوط الأمامية للقتال 600 كيلومتر جنوب شرق طرابلس. وقال الناطق باسم قوات الوفاق محمد جنونو إن الطيران الحربي نفذ طلعات قتالية استهدفت مضادات أرضية وتمركزات لقوات القيادة العامة في قاعدة الجفرة ليلة البارحة ومنطقة العربان صباح الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. من جهته أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري إحباط الجيش الليبي هجوما جويا وبريا شنته مجموعات الوفاق على قاعدة الجفرة الجوية. وقال المسماري إن مجموعات إرهابية ومرتزقة حاولت الهجوم على قاعدة الجفرة الجوية وتصدت لها قوات الجيش الليبي خلال مراحلها الأولى من التقدم وقبل أن تصل إلى محيط القاعدة الجوية، لافتا إلى أن قوات الجيش الليبي قادرة على كشف أي مخطط إرهابي وإحباطه
قبل بداية تنفيذه حسب قوله. وتعد قاعدة الجفرة الجوية واحدة من أهم المراكز التي تستخدمها القيادة العامة لانطلاق الطائرات العسكرية منها لتنفيذ المهمات القتالية في المناطق التي تخضع لحكومة الوفاق. ملف اللاجئين في ليبيا ما زال متعثرا نظرا لتعدد الدول المرتبطة بهذه القضية الشائكة، وفي هذا الإطار يبرز دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في معالجة إشكاليات هذا الملف. أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن هناك 3600 لاجئ في مراكز إيواء في ليبيا. قالت إنهم لا يزالون بحاجة ماسة للمساعدة، ويتعين إيجاد حلول لهم ولغيرهم ممن يعيشون في مناطق أخرى. وأعلنت كذلك إجلاء 98 لاجئاً من ليبيا إلى إيطاليا، مشيدة بتعاون وزارة الداخلية في حكومة الوفاق خلال تأمين نقل اللاجئين. وينتمي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى أريتريا، أثيوبيا، الصومال والسودان، ومن بينهم 52 قاصراً غير مصحوبين بذويهم. وأشارت المفوضية إلى أن عمليات الإجلاء تشكل حاجة إنسانية لأكثر اللاجئين ضعفاً، والذين يعيشون في مناطق ليبية تحت وطأة الصراع والمعاناة. يذكر أن المفوضية ساعدت في عام 2019 نحو 1474 لاجئاً على مغادرة ليبيا، بينهم 710 توجهوا إلى النيجر وأكثر من 390 إلى إيطاليا. إلى ذلك قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمديد مهمة عملية صوفيا العسكرية لمكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط لستة أشهر، لكن قدراتها ستبقى مقتصرة على المراقبة الجوية بسبب نقص السفن. مستشار المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بوعقيلة العلاقي، سيد بوعقيلة نرحب بك. يعني لا جدل حول حقوق اللاجئين، ولكن هل بإمكان الدول المعنية توفير هذه الحقوق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا صنعت المداخلة التي سبقتني أو الطرح اللي كان، حقيقة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حاليا تعمل بشكل ليس قانون بشكل كامل، لأن ليس لها مكاتب في ليبيا. وحقيقة الذين يأتون إلى ليبيا هم مهاجرين، ينطبق عليهم صفات المهاجر، وإن انطبقت عليهم فهم طالبين لجوء حتى وإن كانت المفوضية بمكاتبها. لكن دور المفوضية الثانية لشؤون اللاجئين في ليبيا دور ممتاز ومهم، وهي تقوم في كل دور على مساعدة هؤلاء الذين يتواجدون في ليبيا لغرض اتخاذ ليبيا موطن للهجرة إلى دول شمال أوروبا. نعم. طيب، هل هذه الدول المعنية بإمكانها توفير كل هذا للاجئين؟ والله يا حقيقة المنظمة الدولية للهجرة بالذات الآيرين هي التي حقيقة تشرف على أغلب مراكز اللواء في ليبيا، وهي تساعد السلطات الليبية في هذه الأزمة الأوضاع العالمية الصعبة والسيئة جدا، بحيث توفر جزء لا بأس به من الخدمات والمعونات الإنسانية لهؤلاء اللاجئين. حقيقة حتى المفوضية الثانية لشؤون اللاجئين توفرت في كل الحالات التي تمر بها ليبيا أو الأوضاع التي يتعرض لها الإخوان الذين قاصدين ليبيا. نعم، فقدنا الاتصال مع المستشار المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بوعقيلة العلاقي. نتابع النشرة بعد فاصل قصير، وفيها داود أوغلو خارج حزب العدالة والتنمية التركي. نرحب بكم من جديد. اتفق زعيما السودان وجنوب السودان في ختام محادثتهما في جوبا على أن الحرب لم تعد خيارا لبلدهما، وأكد العمل على حل النزاعات الطويلة في البلدين وإزالة كل العوائق التي قد تؤثر على العلاقات بين الخرطوم وجوبا. شكلت زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى جنوب السودان
ولقاء الرئيس سلفا كير فرصة لمناقشة العديد من القضايا التي تقف عائقاً أمام تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي لم تحل بموجب اتفاق السلام المبرم في العام 2005 الذي أنهى عقدين من الحرب مع الخرطوم ومهد الطريق لاستقلال جنوب السودان في العام 2011. وعقب الاجتماع بين حمدوك وكير الذي استمر لساعتين، أكد وزير خارجية جنوب السودان أن الحرب لم تعد خياراً للشعبين، وحان الوقت لكي تسكت أصوات المدافع في البلدين، مشدداً على الحاجة إلى السلام المستدام الذي يمكن تحقيقه في بيئة يتفق فيها الجميع على خارطة طريق والعمل من أجل السلام. معنا من السودان الإعلامية شاهندة عبد القادر. سيدة شاهندة، البداية مرحبا بك. يعني هل بعد هذا الاتفاق بين السودان وجنوب السودان يعني نستطيع القول بأنه هذه يعني خطوة أولى نحو تحقيق السلام المنشود في السودان؟ مرحبا بكم ومساء الخير، واهلا بكم وبكل مشاهدي قناة الوسط. دعني عزيزي ابدا بان اذكر بان هذه التطورات التي ذكرتموها قبل قليل تاتي في جو مشحون حقيقه بالترقب وفي انتظار نتائج مباحثات السلام. دعني فقط اوضح معلومه بل اصححها، ان هذه المباحثات التي أتت بين رئيس الوزراء المعين حديثا عبد الله حمدوك وسلفا كير ميادة دولة جنوب السودان هي ليست من أجل إحلال سلام بين دولة شمال السودان وجنوب السودان، ولكن جنوب السودان هي وسيط لإحلال السلام وإيقاف إطلاق النار بين الحركات المسلحة في شمال السودان وفي السودان وبين الحكومة. هما لم يتفقوا ولكن تحدثوا وتم الاتفاق ولو مبدئيا على أن الحرب لم تعد خيار متاح. ألا ينذر ذلك بسلام ولو بشكل جزئي؟ صحيح، وهذا ما قاله حمدوك في أول تصريح له بعد استلامه لحقيبة رئاسة الوزراء. قال بأن الستة أشهر الأولى من عمر حكومته سيوليها سيكون الاهتمام الأقصى بإحلال السلام ووضع السلاح بينه وبين الحركات المسلحة في دارفور وفي النيل الأزرق وفي كردفان. حقيقة حتى أن الشعب السوداني والمواطنين السودانيين استقبلوا هذا الاتفاق المبدئي بفرحة غامرة وبتوقع بالإيجابية وأن السودان سيمضي قدما من أجل بنائه. دعني فقط أقول أن الاتفاق الذي وقع قبل أيام تقريبا الثلاثاء الماضي هو اتفاق مبدئي، اتفاق وثيقة السلام اتفاق مبدئي، وأن الاتفاق النهائي بإذن الله سيكون في منتصف الشهر المقبل، أي منتصف شهر أكتوبر. طيب في عجالة فقط، يعني مسألة التكامل يعني بين البلدين باعتبار بأنه السودان الآن يعيش في مرحلة انتقالية لمدة 3 سنوات وجنوب السودان يعيش في مرحلة اضطرابات، يعني هي من 2011 وليس جديدة اللحظة. كيف يمكن أن يتم التئام هذا المشهد واستغلال هذا المشهد التوافقي الآن في عجالة؟ ممتاز هذا سؤال جميل جدا. مبدئيا منذ الإطاحة بعمر البشير الرئيس المخلوع كان هناك مواكب من مواطني جنوب السودان، تعلم طبعا أن جنوب السودان كان هو وشمال السودان كانوا دولة واحدة، ولكن الانفصال أدى لهذه التهزئة. مبدئيا في الانتفاضة أو الثورة الماضية كانت هناك مواكب سيرت من قبل مواطني جنوب السودان الذين يقيمون في شمال السودان مطالبين بضرورة إعادة الوحدة والاتحاد. ربما هذا الملف سيوضع جانبا إلى أن يتم الانتهاء وإفتاء السلام بين الحركات المسلحة في شمال السودان وبين الحكومة أيضا الحالية. الكل يأمل الآن بأن يعود شمال السودان لجنوب السودان وأن تكون دولة واحدة وموحدة بإذن الله. نعم، أكتفي معك. نأمل ذلك بكل تأكيد. أكتفي معك بهذا القدر. كنت معي من السودان الإعلامية شاهندة عبد القادر، أشكرك على كل هذه التوضيحات.
في تونس، ومع اقتراب نهاية الحملات الانتخابية تختلف ردود فعل الشارع حول الحملات الرئاسية والمرشحين. المناظرة التلفزيونية التي خصصت للتعريف عن البرامج الانتخابية اعتبرها البعض الطريقة الأنسب للمضي نحو تونس جديدة، بينما لم تخفي الأغلبية تذمرها وإحباطها وخيبة أملها. اختلفت ردود فعل التونسيين وتباينت حول الانتخابات ومرشح الرئاسة، فلئن رحب البعض بما يحصل خاصة فيما تعلق بالمناظرة التلفزية على اعتبارها طريقة جديدة يستطيع الناخب من خلالها التعرف أكثر على المترشح وحسن الاختيار، فإن البعض الآخر لم يخفي تذمره وانتقاده من أسلوب الخطاب في المناظرة وتشتت أفكار المتناظرين وعدم جدية البعض منهم. برامج انتخابية لم ترتقي لتوقعات المواطن وطموحاته وتطلعاته، وفق البعض الذي انتقد المترشحين، خاصة منهم من كانت له تجربة في السلطة لسنوات وفشل في أداء مهامه، بل اتهموهم بالتقصير ونعتوهم بالكذب وطالبوا منهم التنحي وترك المكان لمن هم أجدر في تحقيق وعوده. جزء من الشارع التونسي أحبطت أماله وخيب المترشحون ظنونه، خاصة فيما تعلق بضبابية وضعف البرامج الانتخابية في مسائل حياتية يومية يعاني ويلاتها المواطن على غرار البطالة وارتفاع الأسعار والتنقل العمومي وغيرها، وما زاد من استياء المواطن ما عرته الأمطار الأخيرة من ضعف للبنية التحتية، مؤكدين أن لا ثقة لهم في المسؤولين اللاهثين وراء الكراسي والمناصب لا غير. وفق انتقادات الشارع التونسي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فإن بعض الأسماء لن يكون لها أي حظوظ في التصويت في انتخابات منتصف سبتمبر الجاري. ومع بدء العد التنازلي لانتخابات رئيس تونس، بينت الأرقام حسم البعض لموقفهم في اختيار رئيسهم المقبل، فيما اكتفت أغلبية بالحديث عما وصفوه بخيبة أملهم إزاء المشهد السياسي، مقررين مسبقا مقاطعة الانتخابات. ومعنا من تونس مراسلتنا زينب الصغيري. زينب، نرحب بك. يعني مع انتهاء فترة الحملات الانتخابية في تونس، قربينا أكثر من ردود فعل الشارع، كيف ينظرون لهذه الانتخابات؟ نعم، مساء النور. ربما يعني آراء الشعب التونسي مع انتهاء خاصة أن اليوم هو اليوم الختامي للحملة الانتخابية، ربما أراء الشعب التونسي تصاعدت مع وتيرة الخطاب لكل المترشحين، خاصة وأن الرؤية لم تعد ضبابية بعد ربما انسحاب بعض المترشحين على غرار محسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس لفائدة المترشح عبد الكريم الزبيدي مساء اليوم. أيضا هناك بعض الأسماء لبعض المترشحين من المنتظر أن يقدموا انسحابهم ولفائدة الزبيدي على غرار سلمى اللومي. هذه ربما التطورات التي ظهرت مساء اليوم تباعا، ربما يعني من خلالها يعني أصبح يعني الرؤية أصبحت أوضح أكثر للشارع التونسي التي تضاربت آراؤه ومواقفه، خاصة حول هذه الشخصيات، حول عبد الكريم الزبيدي، حول يوسف الشاهد، حول أيضا محسن مرزوق الذي يعني وفق استطلاعات الرأي كان يحظى بشعبية بعد المناظرة التلفزية. انحصرت ربما يعني مواقف الشارع التونسي في هذه الأسماء، أيضا مع مرشح حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مور. يعني ربما الرؤية أصبحت أوضح بعض الشيء. طيب زينب، يعني اليوم هو انتهاء الحملة الانتخابية، ما أبرز المخالفات التي رصدت، خصوصا وأنها سمعنا الآنها وصلت إلى 1000 مخالفة تقريبا؟ نعم بالفعل، هو اليوم الختامي للحملة الانتخابية، تصاعدت فيه خطابات كل المترشحين، رصدت فيه العديد من التجاوزات والإخلالات، تجاوزت وفاقت ربما كما قلت يعني 1000 مخالفة وإخلال. هذه الإخلالات ستنظر فيها هيئة الانتخابات وأيضا هيئة الاتصال السمعي البصري لتحديد خطورتها، وسيعاقب من يعني إن كانت هذه الإخلالات ترتقي للجريمة الانتخابية
الانتخابية، ولكن الثابت أن هذه الإخلالات هي إخلالات ما لم تمس من 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 تصويت الناخب والتأثير عليه، فإنها تبقى إخلالات وتجاوزات بسيطة. طيب زينب، أيضا هناك يعني قرار قضائي صدر برفض طلب الإفراج عن القروي، ما حقيقة هذا الخبر؟ نعم بالفعل صباح، هذا الخبر هو خبر صحيح، حيث رفض القضاء التونسي اليوم وللمرة الثانية على التوالي في ظرف 3 أسابيع الإفراج عن المرشح نبيل القروي، مع الذكر تذكير أن نبيل القروي تم القبض عليها يوم 23 من أوت الماضي بتهم مختلفة تتعلق أساسا بتبييض الأموال والتهرب الضريبي. ربما بعد قرار القضاء مساء اليوم يعني طرحت تساؤلات في الشارع التونسي حول هل أن نبيل القروي سيظل في السباق الرئاسي أم أن بعد هذا القرار سيقع ربما يعني انسحابه أو يعني سحبه من السباق الرئاسي. نعم. أيضا هناك فرضيات أخرى تقول بأن إن يعني وقع التصويت والاقتراع لفائدة نبيل القروي وتم مروره إلى الدور الثامن، كيف سيتصرف القضاء أو سيتصرف السلطات مع نبيل القروي؟ نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر. أيضا نعم، عذرا زينب. نعم صباح، ربما نعم في عجالة زينب. فقط صباح، ربما اليوم انطلقت يعني الحملة الانتخابية للتصويت خارج أرض الوطن للجالية التونسية خارج أرض الوطن في 44 دولة أوروبية وعربية. ربما هناك وفق رؤساء يعني الهيئات المتواجدة هناك فإن الإقبال كان محترم وهام جدا. نعم. ولم تسجل أي إخلالات أو تجاوزات. نعم، شكرا لك زينب الصغير مراسلتنا، كنت معنا من تونس. بعدما أنهى القضاء تحقيقاته بشأن تآمرهم على سلطتي الجيش والدولة، تبدأ المحكمة العسكرية في البليدة في 23 من سبتمبر الجاري محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك المدير السابق لأجهزة الاستخبارات محمد مدين والمنسق السابق لأجهزة الاستخبارات عثمان طرطاق وزعيمة حزب العمال لويزا حنون. أعلن رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد تداول أنباء تتعلق بعزم حزب العدالة والتنمية فصل رئيس الوزراء السابق أوغلو وثلاثة مشرعين آخرين من عضويته. رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو استقال رسميا من حزب التنمية والعدالة الحاكم في تركيا، وكان حزب العدالة والتنمية أصدر قراراً بإحالة أوغلو للجنة الانضباط بعد توجيهه انتقادات لسياسات الحزب ورئيسه رجب طيب أردوغان، كما نشر تغريدة على حسابه في تويتر جاء فيها: هذه هي المبادئ التي تريد إدارة حزب العدالة والتنمية تصديرها، نتمسك بمواقفنا وبما قلناه، في إشارة إلى تصريحاته السابقة وانتقاداته التي تسببت في إحالته إلى لجنة تأديبية تمهيداً لفصله من الحزب. يشار إلى أن داود أوغلو هو ثاني شخص في حزب العدالة والتنمية يستقيل من الحزب، وخطوته هذه أتت بعد أشهر عدة على انتقاده اللاذع لسياسة أردوغان. معنا من اسطنبول الكاتب والمهتم بشأن التركية الدكتور مصطفى حمد أوغلو. سيد مصطفى، البداية مرحبا بك، لماذا برأيك أوغلو في هذا الوقت تحديدا يستقيل من الحزب الحاكم وحزب العدالة والتنمية، وما وراء هذه الاستقالة برأيك في هذا الوقت بالتحديد؟ مساء الخير لكم ولكل المشاهدين. طبعا اليوم استقالة أحمد داود أوغلو هي محطة في تاريخ حزب العدالة والتنمية، وليست هي انعطافة كبيرة صراحة، كان لا بد من الاستقالة لأن أحمد داود أوغلو أراد أن يظل داخل الحزب ويمارس الانتقاد اللاذع لسياسة الحزب، وهذا لم يكن مقبولا صراحة، أن تكون داخل الحزب وتسعى إلى تشكيل حزب آخر وتدعي أنك تريد إصلاح الحزب، هذا لم يكن مقبولا من حزب العدالة والتنمية عندما طالبت اللجنة المركزية بإحالة داود أوغلو إلى لجنة الانضباط وفصله، لذلك يعني أراد الاستباق قبل أن يفصل من الحزب
بأن يقدم استقالته. طبعا هذه ليست صراحة هي الاستقالة الأولى، حدث أكثر من استقالة في تاريخ حزب العدالة والتنمية، كان منها نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس هل الحزب. كلهم كانوا يسعون إلى تشكيل حزب داخل هذا الحزب؟ لا، كان هناك يعني استقالات أكثر من استقالة. في العام 2007 استقال نائب رئيس الحزب ونائب رئيس الوزراء في ذلك اليوم عبد اللطيف شنار، وأيضا استقال وزير الثقافة يعني مومجو، وكل من هؤلاء قام بتشكيل حزب ولم يحصل على أي نتيجة صراحة، لأن لم يكن أن يقف أي حزب أمام العدالة والتنمية في تلك السنين. طيب. لكن اليوم وضع العدالة والتنمية ربما يختلف عن تماسك الحزب وقوة الحزب في تلك السنين الماضية. طيب كيف ربما كيف هذا هو سيكون تأثير يعني هذه الاستقالات والخلافات التي حدثت على الحزب الحاكم؟ تركيا حصل في تركيا تغيير صراحة يعني فكري وتغيير بنيوي في إدارة الدولة التركية. اليوم أحمد داوودوغلو، وهذا هو سبب صراحة عدم استطاعة أحمد داوودوغلو أن يقرأ هذه التغيرات التي حصلت. نحن نعلم أن تركيا انتقلت من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي. أحمد داوودوغلو عندما أصبح رئيس الوزراء أراد أن يمارس سلطة رئيس الوزراء السابق، ولم يعني يدرك صراحة شخصية وكاريزما رجب طيب أردوغان، وأن تركيا متجهة نحو النظام الرئاسي، وأن الأمور ستكون بإدارة رئيس الجمهورية. هذا هو ولهذا السبب هو بدأ الخلاف وقتها. صحيح. هناك تخوفات لا يمكن أن يترتب يعني على هذا فتح ملفات الإرهاب التي تحدث عنها في وقت سابق أوغلو، ردا على اتهام أردوغان له بالخيانة. هل نحن مقبلون في مرحلة خلط الأوراق برأيك؟ اليوم يعني بعد أن انتقلت تركيا إلى نظام الرئاسي، أصبحت يعني لكل حزب يعني ممكن، وإن كان يحصل على نسبة يعني بسيطة ربما 2% أو 3% دور، لأنه مضطرة تركيا أن تدخل الانتخابات بحزبين فقط رئيسيين. يعني اليوم 50+1 هو شرط أساسي للفوز بالرئاسة الجمهورية، لذلك كل حزب أصبح يدرك أنه له يعني قيمة، وإن كان يعني يحصل على نسبة بسيطة، لأن هذه النسبة البسيطة هي نسبة إضافية للمجموع الكلي. لذلك اليوم تركيا أصبح دور حتى للأحزاب البسيطة. أظن أحمد داوودوغلو بهذه التصريحات، وخاصة التصريحات الأخيرة، هو دائما كان كمن يعني يطلق الرصاص على قدميه. اليوم الاتهامات له أنك أنت كنت جزء من هذه المنظومة ومن هذه من هذا الحزب، لماذا إذن لم تتكلم في تلك الأيام؟ له أخطاء يعني ربما جعلت من وضع ومستقبل داوودوغلو ضعيف، ولكن اليوم التعويل أو ربما أن يكون دور لعلي بابا جان الذي يقوم بتشكيل حزب جديد بالتنسيق مع رئيس الجمهورية السابق. نعم، وصلت الفكرة. أكتفي معك بهذا القدر لضيق وقت النشرة، فقط كنت معي من إسطنبول الكاتب والمهتم بالشأن التركي الدكتور مصطفى حامد أوغلو، أشكرك على كل هذه التوضيحات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تريد عقد لقاء مع الولايات المتحدة، وذلك بعدما كان قد ألمح إلى إمكانية تخفيف العقوبات عن طهران إفساحا في المجال أمام عقد لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني. إيران تريد عقد لقاء معنا، هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حذر طهران من أن تخصيبها لليورانيوم سيكون خطيرا جدا عليها، وهو يعتقد أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بخصوص برنامجها النووي. وفي رد على سؤال حول سعيه للقاء روحاني، قال ترامب إنه لا يسعى إلى أي لقاء مع الرئيس الإيراني أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض رداً على سؤال عن إمكانية تخفيف الولايات المتحدة حملة الضغوط القصوى على إيران، سنرى ما سيحدث. جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها النووية عند الضرورة، وأحث الولايات المتحدة على الكف عن ممارسة أقصى الضغوط وإنهاء سياسات العداء. اتهمت الولايات المتحدة إيران بأنها كذبت على الأوروبيين والمجتمع الدولي عندما سلمت النفط إلى سوريا بعد
أن تعهدت بعدم فعل ذلك في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على نظام الرئيس بشار الأسد. اتهمت الولايات المتحدة إيران بالكذب على الأوروبيين والمجتمع الدولي، وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لديها أدلة على أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريوان نقلت حمولتها من النفط الخام إلى سوريا، مخالفة بذلك تعهداتها بألا تبيع نفطاً لها. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغس: رأينا بشكل مباشر كيف أن النظام الإيراني نكث بوعده الذي أعطاه إلى الاتحاد الأوروبي بأن السفينة لن تسلم نفطها إلى نظام الأسد القاتل بحسب قولها. وحين سئلت مرة أخرى عما إذا كانت لديها أدلة، أجابت: لم نكن لنقول لو لم يكن هذا هو الحال، معتبرة أن ما تفعله إيران يندرج في إطار نسج النظام الإيراني الأكاذيب منذ 40 عاماً. ومعنا من الأردن الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية الدكتور إياد المجالي. دكتور إياد، نرحب بك. يعني بما أن الأمريكيين يتهمون الإيرانيين بالكذب لمدة 40 عاماً، كيف سيثقون بوعودهم؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. بداية أنا أعتقد أن تعليقا على تقريركم الإعلامي المهني الموضوعي الذي استمعت إليه الآن، واضح أن النظام السياسي الحاكم في طهران لا يعطي هذه الادعاءات أهمية، لأن أزمة الناقلات أو حجز السلطات البريطانية للناقلة ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 أو أدريان داريان 1 هي في إطار مخالفة القوانين الدولية من وجهة نظر الدبلوماسية الإيرانية. أعتقد أنها وصفت هذه إلقاء القبض على هذه الناقلة بالقرصنة من قبل النظام السياسي الإيراني. نعم. أعتقد أن منح وعود أو قرارات إدارية من وزارة الخارجية بأن الناقلة لن تتوجه إلى طرطوس أو إلى النظام السوري، هم لم يكذبوا بهذا الجانب. الناقلة الإيرانية بقت في المياه المتوسط لمدة 3 أسابيع هائمة على وجهها إلى أن استطاعت تأمين صفقة مع طرف غير معروف لغاية هذه اللحظة، وتم تفريغ الناقلة من خلال بواخر أخرى استطاعت تفريغ هذه الحمولة. لا يوجد هناك ما يثبت أن الإيرانيين أوصلوا هذه الشحنة إلى ميناء طرطوس بنفس الناقلة. نعم دكتور إياد، ألم يكن ممكنا منع كل ما حصل؟ أعتقد أن الجانب الإيراني استطاع أن يحقق هدف جيوسياسي لتجاوز العقوبات الاقتصادية الأمريكية المشددة. وأعتقد أن هذا السلوك السياسي يحمل رسائل سياسية عديدة، أهمها بأن استراتيجية العقوبات الاقتصادية الأمريكية قد فشلت بالمطلق، وأنها لن تجبر إيران على تغيير سلوكها وفق الرغبات الأمريكية. أعتقد أن اللعبة السياسية في المسرح السياسي استطاعت إيران أن تحقق جملة من المكاسب من خلال دبلوماسيتها التي أولاً استطاعت فيها الإفراج عن الناقلة الإيرانية، وبنفس الوقت البقاء على احتجاز الناقلة البريطانية ستينيا إمبيريو، وبالتالي لهذه اللحظة طبعاً. وبالتالي أعتقد أن الجانب الإيراني يمارس استراتيجية الصبر، وبنفس الوقت استراتيجية حافة الهاوية رغم تقاطعها مع بعض المصالح بعض شركائها الأوروبيين. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور إياد المجالي الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية. بعد نحو 2 أسبوع من فرض الولايات المتحدة عقوبات على مصرف جمال تراست بنك اللبناني، أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر أن واشنطن قد تفرض عقوبات على حلفاء حزب الله في لبنان. وقال شنكر: في المستقبل سنعلن ضمن العقوبات عن أسماء أشخاص جدد يساندون حزب الله بغض النظر
عن طائفتهم ودينهم. وينضم إلينا الباحث الحقوقي والمستشار في العلاقات الدولية علي ياحي. سيد علي ياحي، البداية مرحبا بك. من هم حلفاء حزب الله في لبنان الذي تحدث عنهم وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى برأيك؟ عفوا، هل يمكن إعادة السؤال؟ كنت قد سألتك من هم حلفاء حزب الله في لبنان الذي تحدث عنهم وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى؟ يعني حاليا يبدو أن الإدارة الأمريكية تيقنت أن العقوبات على حزب الله والبيئة الحاضنة له لن تأتي بثمارها إن لم تتوسع لتشمل تيارا أوسع يشمل حلفائه، الذين يبدو أن بعض الإدارة الأمريكية انزعج من مواقفهم القوية والمدافع عن حزب الله في المحافل الدولية. على سبيل المثال قيادات في التيار الوطني الحر، إضافة إلى وزير الدفاع اللبناني إلياس أبو صعب، وإضافة أيضا إلى بعض القيادات ورجال الأعمال المقربين من الحزب القومي وحزب المردة وآخرين. ونحن نعلم أن العقوبات هي استمرار لحلقة من العقوبات، يعني منذ تصنيف حزب الله في 97 كمنظمة إرهابية ما بين هلالين إلى في تموز الماضي تم تصنيف ثلاثة من قيادات حزب الله، بينهم اثنين لأول مرة نواب البرلمان اللبناني، من بعدهم طبعا قبل أيام وفي 18 11 أيلول تم تصنيف 15 كيان وقيادي من مجموعة متناقضة فيما بينها. يعني عندك كان في تصنيف قيادات من داعش بالفلبين ومن بعدة بلدان أخرى، قيادات من حماس، محمد الهندي من الجهاد الإسلامي، إضافة إلى بعض القيادات من حزب الله بينهم علي محمد حيدر وعلي كاركي وغيرهم. هذا بيأتي في السياق يعني مواجهة أشمل كانت تستهدف أو تركز على الاستهداف ده حزب الله خارجيا، حاليا عم بتحاول توجه الدف الاستهداف الحزب الله داخليا داخل لبناني، مع الأخذ بالاعتبار أنه الإدارة الأمريكية عم بتحاول توازن ما بين دورة استراتيجية بلبنان في ترسيم الحدود المائية والملف النفطي ودورة داخل اللبناني بالوقوف الى جانب حلفائه لعدم تخطي الخطوط الحمر ضده. نعم. من قبل الاقسام. اكتفي معك بهذا القدر. كنت معي الباحث الحقوقي والمستشار في العلاقات الدوليه علي ياحي، اشكرك على كل هذه التفاصيل. شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن حكومته لن تتساهل أبدا مع تهديدات إيران التي تستخدم الأراضي السورية لشن اعتداءاتها على إسرائيل. الزيارة الثانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى روسيا في غضون أشهر قليلة ركزت على عملية التنسيق بين الطرفين في سوريا، وفور وصوله إلى سوتشي واجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد نتنياهو أن التنسيق مع موسكو مهم جدا لأمن بلاده، مشيرا إلى أن المحادثات مع المسؤولين الروس تناولت الحفاظ على عمل الجيش الإسرائيلي ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في سوريا. وشدد نتنياهو على أن حكومته لن تتساهل أبدا مع تهديدات إيران التي تستخدم الأراضي السورية لشن اعتداءاتها على إسرائيل، لافتا إلى أنه بحث مع بوتين آليات تعزيز التنسيق العسكري في سوريا لتجنب وقوع احتكاكات غير مقصودة بين الجانبين خلال النشاط الإسرائيلي ضد الأهداف الإيرانية. من جهته لفت الرئيس الروسي لأن الكرملين مهتم بمن سيفوز بالسلطة في انتخابات إسرائيل المبكرة خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن أكثر من نصف مليون مهاجر من الاتحاد السوفيتي السابق يعيشون في إسرائيل، وبالطبع موسكو مهتمة بهوية الأشخاص الذين سيصلون إلى البرلمان الإسرائيلي. نتابع النشرة بعد فاصل قصير. وفيها: بعد قيد الصيف فيضانات تقتل وتشرد في إسبانيا.
جديد نرحب بكم بعد موجات الحر التي ضربت أوروبا هذا الصيف. تحصر الناس على اللهيب لأن فيضانات الخريف أخرجتهم من بيوتهم ما لم يرتكبه حر الصيف. هذه ليست جولة سياحية، بل رجال إنقاذ تمكنوا من سحب رجل غرقت سيارته. فالطبيعة لم تمهل هؤلاء المصطافين ليغلقوا الباب على عطلتهم عائدين إلى ديارهم، فاحتجزتهم الفيضانات التي أغلقت المطارات في منطقة فالنسيا الإسبانية ومحيطها، ما اضطرهم إلى المبيت في المطارات المحاصرة بالمياه وسط تعامي الموظفين عن معاناتهم. ولم يقتصر الأمر على المطارات، بل أغلقت أيضا المدارس لأن لا طرقات سالكة ولا سكك حديدية ولا حتى موانئ، فحار الناس أي اتجاه يسلكون. فأجلتهم السلطات عن منازلهم بعدما غمر نهر كلاريانو بلدات في فالنسيا، حيث قتل زوجان مسنان بعدما جرفت السيول سيارتهما في كاستيلا لامانشا، كما لقي رجل حتفه في مدينة الميريا الأندلسية عندما حاول عبور نفق بسيارته، بينما نجا رجل آخر لأنه تمسك بعلامة المرور. لا، ليست السجائر الإلكترونية هي الحل، فقد تبين أن هذه السجائر خطيرة على الرئتين وتؤدي في بعض الأحيان إلى الموت. نتابع. دعت الجمعية الطبية الأمريكية إلى التوقف عن تدخين السجائر الإلكترونية لأنها تخشى أن تكون لها علاقة بحالات الكثير من مرضى الرئتين، خصوصا بعد تسجيل 5 حالات وفاة على الأقل مرتبطة باستخدام هذه السجائر. كما دعت الجمعية الأطباء لإبلاغ المرضى بأخطار السجائر الإلكترونية بما في ذلك السموم والمواد المسببة للسرطان، والإبلاغ السريع عن الإصابات بأمراض الرئة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية للسلطات الصحية. ويقوم مسؤولو الصحة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية بالتحقيق في 450 حالة من أمراض الرئة المحتملة المتعلقة بالتبخر عبر 33 ولاية. وقد أشار مسؤولو الصحة إلى استخدام المرضى لسائل القنب في العديد من هذه الحالات إن لم يكن في جميعها. والآن إلى الصفحة الاقتصادية مع كارلا. مساء الخير. مساء الخير صباح. مساء الخير فرج. مساء الخير كارلا. صنفت وكالة فرنسية الاقتصاد الليبي ضمن الاقتصادات المفترسة في أفريقيا بسبب استثماره الضئيل في التنمية البشرية بما لا يتناسب مع ثروات ليبيا وإجمالي الدخل الفردي، الأمر الذي يؤثر على رفاهية المواطن. وتحتل ليبيا المرتبة 76 من حيث نصيب الفرد من الدخل، لكنها في المقابل تصنف في الترتيب 108 عالميا من حيث التنمية البشرية. تطرق مدير إدارة الرقابة على المصارف في مصرف ليبيا المركزي في البيضة إدريس لحمير إلى سبل حل حالة المشاكل التي تواجهها المصارف التجارية في المنطقة الشرقية المتعلقة بالمقاصة، وذلك خلال اجتماع مع مديري المصارف التجارية في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة آلية العمل على تخفيض مدة المقاصة للصكوك في المصارف التجارية. تسبب إضراب هائل في شل قطاع النقل العام في باريس، حيث احتجت النقابات على إصلاح شامل للرواتب من قبل حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت شركة النقل العام في باريس إن 10 خطوط مترو مغلقة، وإن العديد من الخطوط الأخرى بما في ذلك خط الضواحي RER تعطلت بشدة. قال معهد آيفو الاقتصادي إن ألبانيا ستسجل أكبر فائض في ميزان المعاملات الجارية في العالم في العام 2019، مما سيضغط على برلين للمساهمة في خفض الاختلالات العالمية وتحفيز الطلب المحلي. في المقابل، من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة عجزا في ميزان المعاملات الجارية بقيمة 480 مليار دولار، وهو الأكبر في العالم، على الرغم من الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين والرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على منتجات صينية. أسعار الذهب تتراجع بفعل بوادر التصالح بين واشنطن وبكين، والنفط يعاود الارتفاع.
سوق العملات يغلق على ارتفاعات بسيطة للعملات الأجنبية، وماذا في البورصات العالمية؟ بهذا نأتي إلى ختام الفقرة الاقتصادية وننتقل إلى الفقرة الرياضية. أزمة تواجه مانشستر يونايتد بسبب الإصابات قبل استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تأكد غياب بول بوجبا وأنتوني مارسيال ولوك شو عن مباراة ليستر سيتي يوم السبت. ويأمل يونايتد في استعادة توازنه بعد الغياب عن الانتصارات منذ الجولة الافتتاحية للدوري، وفي حال خسارته للمرة الثانية سيبتعد بفارق 6 نقاط خلف ليستر سيتي. في الصين حولت إسبانيا تأخرها إلى فوز على أستراليا ب95 نقطة مقابل 88 بعد وقتين إضافيين، وهكذا تأهلت لنهائي كأس العالم لكرة السلة. أعلنت كيم كليسترز الفائزة ب4 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى للتنس اعتزامها العودة للملاعب بعد 7 أعوام من اعتزالها، وذلك عبر موقع اتحاد اللاعبات المحترفات. ويشكل الخبر ثاني عودة للاعبة البلجيكية إلى الرياضة بعد الاعتزال الأول في 2007، وبعد 2 من فوزها بأول ألقابها بالبطولات الكبرى في أمريكا المفتوحة عام 2005، حيث قررت كليسترز التي عانت من إصابات عديدة إنهاء مسيرتها وهي في 23 من عمرها لتبدأ في تكوين أسرة. وعادت بعد 2 لتحصد لقبها الثاني في أمريكا المفتوحة في 3 بطولة تشارك بها بعد العودة، ثم دافعت عن لقبها في فلاشينغ ميدوز في العام التالي، كما نالت لقب أستراليا المفتوحة في العام 2011 لتكلل مشواراً شهد تصدرها التصنيف العالمي لأول مرة في عام 2006، وعقب فوزها ب41 لقباً اعتزلت كليسترز بعد بطولة أمريكا المفتوحة عام 2012. والآن إلى صفحة الكاريكاتور. وفي الختام نذكركم بموقعنا الإلكتروني وصد التي في، فأمان الله. إلى اللقاء.